الخرق الأمني الأخير على يد عصابات تنظيم داعش والذي ذهب ضحيته 11 منتسبا من الشرطة الاتحادية بمنطقة مطبيجة دفع المواطنين للمطالبة بتكثيف الجهود وتوحيد القرارات الأمنية، إذ ما زالت الناحية وبعد مرور 7 سنوات على تطهيرها من التنظيم تشكل تهديدا أمنيا. وبحسب مراقبين فإن هناك ضغوطات حزبية وسياسية تعرقل تطهيرها بشكل نهائي. طبعا لو نأتي للخارطة الجغرافية التي يتحرك فيها داعش، يبدأ من محيط سامراء الشرقي صعودا إلى يعني الحدود الشرقية لتكريت والعلم، وإلى كركوك، إلى الرشاد، إلى ديالة في خط العظيم أيضا، حتى قوات من العشائر كانت تتصدى لعدة هجومات يقوم بها هذا التنظيم الإرهابي. كان هناك يعني علامة استفهام كبيرة، لابد أن القيادة العامة للقوات المسلحة تجيب على تساؤل يطرح، لماذا هذا المثلث متروك؟ يعني قوات بقوامها وعددها وقدراتها وسلاح جو ودبابات وحررت مناطق، بدأت من شمال بغداد وصلت إلى حدود النهائية أو الحدود الدولية، وحتى حررت مناطق معقدة صعبة فيها بساتين، فيها من التعقيدات والصعوبة الميدانية شيء الكثير، وتمكنت. لماذا هذا المثلث متروك ليبقى هكذا كسكين خاصرة على القوات الماسكة والمرابطة هناك؟ هذا من جانب. من جانب آخر، لنفترض أن الوجود الداعشي هو عدو رسمي وخصم قوي، لماذا هذا الوهن في بناء التحصينات الأمنية؟ لماذا نعطي هذا العدد من الخسائر في كل هجوم، 4 أو 5 شهداء وإضافة إلى عدد من الجرحى؟ يعني هذه كارثة بعد مرور كل هذه السنوات والتجربة مع داعش. يستمكن داعش حتى وإن كان هو أيضا المهاجم أعطى قتلى وجرحى ككيان داعش، ولكن لماذا نحن كمتصدين نعطي هذه الخسارة؟ أتصور هناك ضعف وهناك ملاحظات، هناك مشاكل تتعلق بالكمائن، تتعلق بالتحوطات، بالتدابير، لربما الوحدات هناك بأوامرها يعني لابد وأنه يعني ارتكبت تقصيرا في هذا المجال، لربما ايضا ان القوات تشعر في بعض الاحيان بالامان يعني تركن الى الراحه، وبالتالي ياتي التنظيم لينفذ مثل هذه الهجمات، هجمات مؤسفه وبصراحه هي خاسره بالحسابات العسكريه، لا تحتل الهدف، ولكن هذا جرس انذار على القوات الان ان تبين لماذا هذا المثلث يبقى ملتهب وساخن الى هذا الحد، مثلث صلاح الدين، كركوك، ديالى. اليوم الصبح راح ان ما يقارب ال 11 منتسب من القوات الاتحاديه، الشرطه الاتحاديه، بسبب الخروقات اللي تصير عندنا بصلاح الدين. هي منطقه بطيبيجه الكل يعرف عنها انه منطقه متروكه وما بها قوات ماسكه الها. فالخروقات اللي تصير بسبب الثغرات اللي يستغلها داعش او خلايا داعش اللي موجودين بهاي المناطق. فاحنا نطالب من القوات الامنيه والحشد الشعبي و كافة الصنوف العسكرية أنه تقيم أو تسوي عمليات عسكرية للخلاص من هذه الخلايا النائمة، وعدم تركهم لاستغلالهم الظروف التضاريسية اللي موجودة بهذه المناطق. استمرار الخروقات الأمنية في المناطق المحاذية للحدود محافظة صلاح الدين بسبب كثرة القيادات الأمنية، ولذلك نطالب من الحكومة المركزية والحكومة المحلية توحيد القيادة الأمنية أو توحيد القيادة الأمنية وتوحيد القرار الأمني في قيادة عمليات واحدة فقط. اليوم أعتقد هو تعدد القيادات الأمنية وتعدد القرار الأمني في هذه المنطقة هو سبب في تلك الخروقات. اليوم على القرار الأمني أن يكون موحد وأن يكون يعني معد لخطة تواجه أي محاولة للاعتداء على أبطالنا في القوات الأمنية من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي ومختلف صنوف القوات المتواجدة في هذه المنطقة، ومنع عدم تكرار أي محاولة اعتداء على هذه القوات باعتبار أن هذه المنطقة كبيرة وواسعة
لكن أعتقد أن بات الوقت مناسب لتمشيط وتنظيف هذه المنطقة من فلول تنظيم داعش الإرهابي.